الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي معانا دي يا جماعة مروحة بوكس 3 سرعات وفيها جريل بيلف اهو. صاحبه بيقول لي دي بتشتغل بس ما بتلفش، يعني الرجلين اللي بيلف اهو. هنوصل كده اهو يا جماعة، شايفين كده؟ وزي ما احنا شايفين المروحة اللي تحت ما بتلفش، بس اللندا مضيئة اهي، يا دوب الفتيلة مولعة حاجة بسيطة. طبعا اضاءة الفتيلة دي دلالة على سلامة الملفات بتاعت الموتور. بس كده الريشة قافلة، القفشة الجلب ماسكة، لإما من قفشة على الأكس بتاع المروحة، لإما قفشة أو مصدية، لأنها أصلا لسه جايبها السنة دي وهي مركونة من السنة اللي فاتت. طبعا الإضاءة دي دلالة هي سليمة. طبعا تغيير الإضاءة زي ما شايفين كده يا جماعة، بصوا الإضاءة 1 2 الـ3 سرعات موجودين أهو. هنفتحها ونشوف إيه اللي فيها ونكمل في تصليحها. زي ما احنا شايفين يا جماعة، فكينا المسامير أهي ونشوف المروحة كده. بصوا يا جماعة، لما بنيجي نحركها كده أهو كده، مش ما بتتعملش بسرعة، معناها كده ان هي اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين كده بتاع قافش، الاكس ده قافش في الجلب، ودي زي ما احنا شايفين اهو بنختبرها كده معناها انها قافشة. هنقوم ونحرر نفك ونشوف ايه اللي ماسك الجلب كده، ننضفها او نغير الجلب ذات نفسها ونزيتها ونوريها لكم بإذن الله. زي ما احنا شايفين يا جماعة، دي زي وردة زنق كده بتمنع، بنحطها تحتيها دي وبنحطها عشان ايه المروحة ما تنزلش لتحت، وبعدين نروح نحط دي في الشطف عشان تمنع. يعني زي ما احنا شايفينه اهو يا جماعة، المروحة اهي، ودي بتتحط من فوق كده مشطوفة وتتحط كده فوق الشطف ده اهو، وبعد كده بنربط عليها بالصامولة دي علشان المروحة تلف وتكون ماسكة في الأكس. هنفك بقى الموتور من جوه ونحرره وننضفه زي ما احنا شايفين يا جماعه كده. هنفك المسامير دي اهو، نفك دولك عشان نخرج الطاره او الوش الفوقاني ده. هفكهم وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة فكينا الـ4 مسامير اللي هي بتاعت الوش ده، 1 2 3 4، وهنرفع كده ونشوف ايه. ده قفشه في حاجة. اهو يا جماعة اهي طلعت معانا، والقفشة هنا يا جماعة في الفوقانية دي. طبعا هنمسكها ننضفها اهو اهو كده اهو يا جماعة. هنجيب بقى ايه مادة تنظيف زي بنزين او جاز وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين يا جماعة كده الاكس بتاع البوبينة اهو، ومتجرح من هنا عامل زي منشار، يعني حاجة مشرشرة كده هي. فطبعا دي غلط. طبعا دي لو انا سبتها كده وركبت الجلبة الجديدة هتاكل الجلبة الجديدة، لان تعتبر زي يا ربي زي مبرد، فهتفضل تاكل في الجلبه والجلبه هتبوظ تاني. فلازم طبعا الحاجات دي نحاول ننعمها بحته صنفره ناعمه جدا 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 علشان الاكس كله يبقى ناعم وما ياكلش في الجلبه الجديده وتقعد فتره كبيره، ونجيب لها جلبه ونركبها ان شاء الله. زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، صنفرناها اهو كده بصنفره ناعمه مطرح الحته الايه اللي هي متجرحه او اللي هي عامله زي المبرد، عشان ما تبوظش الجلبه تاني، لان لو زبناها كده هتبوظها. طبعا زي ما احنا شايفين اهي، ده برضو دي ناعمه اللي هي الصنفره ناعمه جدا، عشان نحاول السطح نحاول نخليه ناعم جدا اهو، ونفضل نضغط عليها كده. طبعا لما تكون الصنفره ناعمه هتنعم الاكس، مش هتخليه خشن. الصنفرة الخشنة هتخلي السطح وتحفر فيه يبقى خشن،
اهو يا جماعة كده الحمد لله اهو بيلمع اهو. الناحية التانية يا جماعة الحمد لله سليمة. فاحنا كده هنغير الجلبة الاولانية اللي هي القدامانية دي، هي اللي بتبوظ لسبب تاني، وهو تحميل الريشة او المروحة اللي هي بتجيب الهواء، يعني الريش الريش بتبقى واخداها لتحت كده، بتضغط عليها لتحت، فهي اكتر حاجة بتبوظ الجلدة الامامية. الحمد لله كده اهي نعمت اهي من ناحيتين، فاضل الجلبة دي هغيرها او اجيب الاول واحدة، اجيب واحدة واغيرها باذن الله. زي ما شايفين يا جماعة جبت جلبة جديدة اهي بنفس المقاس ونفس المواصفات، بس احنا دلوقتي عايزين نشيل الجلبة دي. طبعا معانا الزرجينة اهي، او ممكن احنا باي حاجة هنا او بالمسمار ده لوحده كده، بس انا بفضل الزرجينة برضو عشان ما ايه ما بوصل الوش اهو. يا جماعة هنحط كده اهو، اهو كده ربطناها اهو يا جماعة. بصوا اهو زي ما احنا شايفين اهو، وما علينا اللي احنا ايه نلف كده شوية اهو كده يا جماعة اهو، نلف الزرجينة ان شاء الله اهو خرجت اهي يا جماعة اهي شايفين كده اهي، بتطلع بالبطيء اهي يا جماعة، طلعت اهي اهي زي ما تشوف شايفين شرقانة زيت، مش واخدة زيت خالص، ناشفة اهي، دي اللي تحتيها اللي بنشبهها بالزيت. طلعنا يا جماعة القديمة اهو، وهنحط الجديدة، وحطينا اللبات ده وحطينا له مية النزاز ولا ايه، وحطينا له زيت، وهنحط دي كمان عليه اهو. عليكم السلام. زي ما شايفين اهو يا جماعة عملناها، حطينا برضو حاجة كاوتش كده، وبالشاكوش ده يعني حطيناه كده او كده بالظبط اهو، ولحت راكبة ساقطة في مكانها اهو، والحمد لله. هنجيب المروحة ونركبها ونزيتها، طبعا لازم نديها زيت، ده اهم حاجة الزيت يا جماعة اهو اهو. هنجيب المروحة ونحط الوش ده ونقفلها ونوريها لكم كده تمام يا جماعة اهو. هنركب البوبينة ديك، بس الاول هنديها زيت. اللي تحت دي سليمة يا جماعة اهي، نديها شوية زيت كتيرة ونشبعها زيت. وبالمناسبة اوعى تشحمها، التشحيم غلط للمراوح يا جماعة، الشحم بيتحرق، ولما بيتحرق بيقفش، وتقريبا واحد حاول يشحم ديك وعشان كده قفشت منه اهو. طبعا هننزل دي كده اهو يا جماعة بالراحة كده، ونبيت الفتحات دي في الفتحات اللي تحت اهو اهو كده مية مية اهو، وبتلف كويس. طبعا اللي فوق دي كمان اهي نديها زيت. زيت يا جماعة اوعوا تشحموا في شحم، الشحم خطر وغلط، خصوصا لما ما يكونش شحم كويس، لان الحاجات دي بترتفع درجة حرارتها اثناء التشغيل اهو. ونركب دي كده فوقيها اهو، ونقفلها ونربطها بالمسامير، الاربع مسامير اللي زي دول كده، ونوريها لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو، فاضل مسمارنا، ركبت الاربع مسامير ثلاثه ولا ايه، فاضل ايه الرابع اهو كده، ونحكم ربطهم عشان المروحه ما تتحركش او تتفك اثناء التشغيل فتقف مثلا اهو يا جماعه اهو اهو. اهو يا جماعه اهو، نتاكد ان هي مربوطه كويس اهو، نرجع ناكد عليهم تاني اهو يا جماعه عشان برضو ما تضايقناش في حاجه.
تمام كده اهو. طبعا هي كده عايزه تتريح شويه لانها قفشه. اهو يا جماعه اشتغل الحمد لله اهو، وبيلف اهو. اهو طبعا اول حاجه هنرجعها التيله دي، دي هنحطها في مجر هنا بالعرض ده عشان يمنع ال عشان يمنع البتاع ده، يمنع المروحه او الريشه تروح نازله لتحت. اهو بصوا يا جماعه اهو كده. بعد كده اهو هنا في شطف زي ما احنا شايفين، اهو في شطف اهو بيدخل في نفس الشطف اللي هنا اهو كده اهو. طبعا نجيب دي فيها شطف برضو اهو كده يا جماعة، الشطف هنا اهو اهو، ونحطها مع نفس الشطف كده ونربط به الصامولة زي ما احنا شايفين كده، نربط كويس علشان ما تتفكش اهو اهو يا جماعة. والحمد لله المروحة اهي والريشة بقت حرة الحركة اهو كده الحمد لله كده كويس. نجرب بقى بسم الله. اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين الحمد لله هو صوتها جميل وناعم، والحمد لله هي غيرنا لها الجلب بتاعتها اللي هي دي، ونضفناها وزيتناها. وبرضو بقول لكم يا جماعة اوعوا التشحيم، التشحيم غلط. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة. ان شاء الله انا هقفلها واديها للزبون، عملنا الحاجات الاساسية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.